معانا على التليفون دكتور رمضان أبو العيلة خبير البترول الدولي. دكتور مساء الخير، وإزاي استطاعت مصر خلال السنوات القليلة الماضية أن تتحول لمركز إقليمي للطاقة؟ مساء الخير على حضرتك أستاذة ريهام وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة يجب أن نشير لهذا الموضوع من بدايته. منتدى غاد شرق المتوسط بدأ كنموذج للتعاون الإقليمي باجتماعات قمة بدأت عام 2014، اجتماعات قمة ثلاثية ضمت رؤساء مصر وقبرص واليونان، وكان هناك تنسيق وتعاون واضح بين الثلاث دول. أصبح نموذج للتعاون الإقليمي حظي باحترام المجتمع الدولي، مما أدى إلى فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، واللي تم الإعلان عنه في 14 يناير عام 2019 بحضور وزراء الطاقة لسبع دول، هي قبرص واليونان ومصر وإيطاليا والأردن وفلسطين في القاهرة كأعضاء مؤسسين، وبحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي. ثم تقدمت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بطلب للانضمام للمنتدى كمراقبين في يناير 2020. ثم تم عمل الميثاق اللي حضرتك أشرت إليه، ووافقت عليه الدول المؤسسين والاتحاد الأوروبي. كل ما سبق يعكس ثقل المنتدى الذي تحول بعد ذلك إلى منظمة حكومية دولية. والحقيقة أن تحويل المنتدى إلى منظمة حكومية دولية هو رسالة سياسية، ثم هنشرح الفرق بين المنتدى والمنظمة الحكومية الدولية. تحويله لمنظمة حكومية دولية هي رسالة سياسية بامتياز، موجهة لأي دولة تحاول التحرش بهذا التجمع الإقليمي الذي حظي باحترام المجتمع الدولي. كما الأهم بقى من كده أنه رسالة تطمئن شركات البترول العالمية وتحفزها لضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة. ليس أدل على ثقل السياسي من طلب كما ذكرت فرنسا والولايات المتحدة الانضمام للمنتدى كمراقبين خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى في 16 يناير 2020. حرص وزير الطاقة الأمريكي على حضور الاجتماعات الوزارية للمنتدى وتصريحه ان مصر مصدر موثوق للطاقة، وان مشاركة الولايات المتحدة في اعمال المنتدى يأتي دعما للشراكة بينها وبين دول شرق المتوسط. حرص الاتحاد الاوروبي على حضور اجتماعات المنتدى ممثلا بالمفوضية الاوروبية لشؤون الطاقة والمناخ، تمويل البنك الدولي لدراسة حول الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية للغاز في المنطقة، ثم أخيرا موافقة الاتحاد الأوروبي على ميثاق المنتدى في مارس 2020. الحقيقة الفرق بقى، في ناس بتستغرب ما هو الفرق بين تحويله من منتدى إلى منظمة حكومية دولية. المنتدى زي المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتم عقده في ديفوس بسويسرا كل عام. المشاركين في أي منتدى غير ملتزمين بأي توصيات تصدر عن هذا المنتدى. أما المنظمة الحكومية الدولية زي الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، أعضاء تلك المنظمات بيبقوا ملتزمين بما يتم اتخاذه من قرارات والالتزام بميثاق هذه المنظمة. ودي هنشرح ازاي مصر بقى هتستفيد منه في من ناحية الجانب السياسي. طبعا ان تكون مصر هي اهم محور لهذا المنتدى ومركز اقليمي للطاقة، ده الحقيقه يعود الى الثقل السياسي لمصر. احنا عارفين السياسه والاقتصاد وجهين لعمله واحده. بدا الثقل السياسي كما ذكرت عام 2014 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهام الرئاسه، وبدات الاجتماعات القمه التي اشرت اليها.
ايضا حسن استخدام ما تتمتع به مصر من بنيه تحتيه، حيث لا يمكن لشركات البترول العالميه اللي هي شركات امريكيه وفرنسيه وبريطانيه واسبانيه ان تستفيد من الاكتشافات دي الا من خلال البنيه التحتيه المصريه ومصنعي الاساله اللي موجودين في ادكو وفي دمياط. طب المنتدى ده يعني احنا عارفين طبعا الى اي مدى هو مهم، بس تكلمنا عن انعكاسه اقتصاديا وانعكاسه سياسيا على مصر نتيجه تعاونها مع اعضاء المنتدى، حجم هذه الاستفاده هيكون ايه في الفتره اللي جايه؟ يعني انعكاسه علينا يا فندم. انا كما ذكرت ان هناك الان التزام بالميثاق، الميثاق يتضمن التنسيق بين الدول المشاركة في المنظمة وأيضا الدول المراقبة وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وطبعا الدول الأوروبية الأخرى زي إيطاليا وأسبانيا. لما يكون في أي مشكلة خاصة بمصر في المحافل الدولية يبقى نتأكد أن هناك تأييد لموقف مصر في اي مشكله تتعرض لها مصر. طبعا احنا مش هنتعرض لاي مشاكل يعني دلوقتي او هنستعرضها، لكن اي مشكله في المحافل الدوليه في الامم المتحده في محكمه العدل الدوليه وخلافه هتلاقي موقف موحد للدول، وهذه الدول دول لها ثقل سياسي طبعا معروف، مش هنشرح الثقل السياسي للولايات المتحدة أو فرنسا أو إيطاليا أو وخلافه. أما فيما يتعلق بالمكاسب الاقتصادية، هناك مكاسب اقتصادية عديدة. عندما يمر كل الغاز اللي موجود في شرق المتوسط وهو يعني كميات كبيرة جدا تصل ل 220 تريليون قدم مكعب من الغاز سوف يتم طبعا بإذن الله اكتشافها، تمر من خلال مصر، يبقى مصر ضمنت كل احتياجاتها الحالية والمستقبلية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ممكن إن عمل قيمة مضافة للغاز الطبيعي والتوسع في صناعة البتروكيماويات، واحنا عارفين هناك فرق كبير جدا بين سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، وبينما إذا تحولت لقيمة مضافة من خلال مشتقات بتروكيماوية بتزداد قيمتها لمئات المرات. يعني لو نقول المليون وحدة حرارية ب8 دولار أو 10 دولار، المليون وحدة دي ممكن أن هي تصل إلى 70 و80 دولار في نفس الوقت اللي أنا بوفر فيه فرص عمل. ممتاز. خبير البترول الدولي دكتور رمضان أبو العيلة، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.